نرجو من الأفاضل العلماء الرد عليه. هل تجوز الصلاة خلف إمام يؤمن بالطرق المحدثة ويستغيث بالأولياء الصالحين؟ جزاكم الله خيرا. أولا نشكر الإخوة على شعورهم نحو إذاعة القرآن ونحو العلماء المجيبين على أسئلة المستمعين، وهذا يدل على خير، على رغبة في الخير. وهذه الإذاعة وهذا البرنامج بالذات ما جعل إلا لنفع المسلمين والحمد لله. وأما هذا الإمام الذي يستغيث بالأولياء والصالحين ويدعوهم من دون الله، هذا مشرك، الشرك الأكبر. لا يجوز أن يصلى خلفه ولا تصح صلاته هو في نفسه ما دام على هذه العقيدة الباطلة، حتى يتوب إلى الله ويخلص العبادة لله عز وجل. فإن الاستغاثة بالأموات شرك أكبر، ودعاء الصالحين من دون الله شرك أكبر، هو شرك الأولين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسماهم كفارا وسماهم مشركين وسماهم كذبة. فهذا إمام يعتبر كافرا بالله ما دام على هذه العقيدة الشركية، وبالتالي لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه. نعم.